متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نبحث عن الموروث القديم، الموروث العراقي، الموروث الشعبي، مهنة في طريقها إلى الاندثار، وهي مهنة النداثة. مهنة النداثة أثرت عليها عوامل كثيرة سببت إلى اضمحلال هذه المهنة، بسبب وجود المستورد. المستورد أثر عليها كثيرا. اليوم التقينا مع نداف، مع واحد من نداديف قضاء بلد روز، مهنة توارثها من الآباء إلى الأبناء. الأخ محمد الكرخي من أهالي بلد روز اليوم نلتقي به، يحدثنا عن مهنة النداثة. السلام عليكم أبو جاسم، شلونك؟ شلون الصحة؟ الله يحفظك. طبعا هذه المهنة أنت أخذتها من والدك، مو والدك كان سابقا يشتغل؟ نعم، وتوارثناه من الداف. نعم، بس شوية أريد صوتك للمتابعين. أي وتوارثناه من عنده. نعم، وهو كان يشتغل علمنا، وأنا من عنده علمت الشغلة. تعلمت الشغلة. شو يشمل شغلكم؟ يعني شو تشتغلون؟ المواد اللي تشتغلونها؟ المواد مثلا إذا صوف، قطن، قماش، أي أبرة أو خيط. نعم، ونفر النظافة. مثلا عادي؟ عادي افتحها. اي هسه هذا شنو؟ هذا الحاف. هذا الحاف منظمه من قطن وابره، قطن وقماش. هذا هسه اذا تسمح لي، هسه هذا قماش. متابعينا الكرام، طبعا بالنسبه للعراق اما قطن، والقطن ارقى انواع القطن. محمد يمكن لوكه، مو القطن اللوكه. طبعا القطن العراقي اللوكه اللي هو درجه اولى. ولمعلومات متابعين، اللوكة هي كلمة من إخواننا الأكراد أو من اللغة الكردية. اللوكة معناها قطن. قطن، نعم، صحيح. وأرقى أنواع القطن هو اللي معتاد عليه بين النداديف، يسمونه لوكة. وسعره أيضا غالي، لكن نوعية القماش فيه يصير يعني درجة أولى. درجة أولى. هذا لحاف. لحاف. هذا يسمونه، شو يسمونه هذا؟ شفت، مو شفت، بدون سيره، يعني بدون ستن. بدون سره بالنص موجوده. نعم، قطعه واحده نسميه قطعه واحده. نعم، هذا ما بي اي شيء، يعني لا نقشه ولا اي شيء، مجرد دروب عاديه ونكملها ونسوي الحاف نفر. نعم، واذا تريد اكو مثلا، بس اذا تسمح لي محمد، طبعا متابعينا هسه هذا نوخره. متابعينا الكرام، مهنة النداثة من المهن المتعبة وتستغرق وقت، مو صحيح. يعني مثلا هسه هذا اللحاف، هذا هسه ستن مو شفه، ستن ابيض. أيه. وستن او نعم. مشجر. مشجر مثل هذا. اذا تسمح لي محمد، هسه هذه الصره مالته، مو يسمونها الصره. الصره او عباس طلع لنا النقش مالته، شوف النقشه. هذا يتميز عن السابق اللي سماه محمد شفت، يتميز بانه اكو ابداعات فنيه، خطوط فنيه. وهنا بهاي شو يسمون هاي النقشه؟ هاي النقشه ورده. اكو نسميها احيانا الفراشه. الفراشه يصيحون. نعم، هو همين على شكل فراشه. والله طلعها محمد، بس النقشه، اقول لعباس العفو، بس النقشه. شوفوا هذا جناحين الفراشه وهالشكل مبينه، يعني اذا ممكن واحد يتمعن بيها. الوردة تختلف. نعم، هذا الستن ألوان مختلفة. وهذه شو يسمونه هذا المنان؟ هذا الخام أبيض. هذا الخام الأبيض. الخام الأبيض. نعم، وكل مشجر يصير وياه. نعم، عادي. نعم. وياه. نعم، هسه هذا نخليه على صفحة كذا تسمح لي. وهذه جودلية. هذه جودليات. جودلية. وعلى القياسات اللي يريدونها هم. طبعا الجودليات تختلف القياسات، مترين، اربع مترات، ثلاث مترات، مو صحيح. العروض ايش قد؟ متر. متر العروض. متر صافي يجي. نعم. والطول بعد كيف اللي يجي مثلا يطلب هاي الحاجه. كيف الزبون؟ كيف الزبون اللي يجي يطلب هاي الحاجه؟ حسب. من مترتين وفوق. نعم. ثلاثة، عشرة مثلا، أقل أكثر، كيف بعد؟ طبعا متابعينا الكرام،
العوائل العراقية كانت تفضل العمل اليدوي، عمل النزاف اليدوي، لأنه عمل متقن، المستورد يكون يعني يستهلك بسرعة رغم سعره الرخيص، مثل الصيني، التركي، غير الإيراني، هذا يستهلك بسرعة، هذا المنسوج الصناعي يستهلك بسرعة، بينما المنتوج المحلي اللي هو صناعة يدوية تستمر مثل ما يقول عمر بني آدم، عمر طويل، أحسن من نعم المستورد احسن من الجديد الجاي. والعوائل العراقيه كانت يعني خصوصا مثلا الزفاف، الزواج، الزواج والمناسبات، المناسبات اللي يشيل البيت يسوي له فراش جديد، العريس مثلا يتزوج يجيب له فراش جديد على الحاف، على دوشك، على مخاض، على كوشه كبيره، على دوشك نفرين، نعم، مال شربايه يصير، نعم، واكو بعد اشكال يحطون هم يضيفون شيء يريدون بعد، نعم، اهل العريس او العروس كيفهم، صحيح، واكو اللي يشيل بيته، واكو اللي مثلا خطار يجي، نعم، يسوي كيف بعد هو، نعم، جودليات، نعم، مخاض، نعم، لحف، هاي كانوا قبل هيجي، هاي الموجود عندنا، نعم، هسه اشكال جانا المستورد استورد اثر علينا مو شلون ما كان، صحيح، اثر علينا برخص سعره، رخص سعره، نعم، وشي حلو مو مثل هذا الموجود، يعني صحيح مرتب تلقيه بس ما تلقي مثل هاي الصوف او هاي الشغل مو مضبوط، مو مضبوطة، صحيح، لان ساعة اسبوع يمكن تلقيه راح انتهى جودلية، صحيح، تنتهي، واكو جودليات بيومين، مخاض يقول لك مثلا كيلو، هي مو كيلو، خفيفة بس مو زينة، هاي الديباج تصفط بسرعة، تصفط، اكو هذا الفاني مو مثل إذا تسمحوا لنا هسه هاي شو يسمونها المخاد اللي عندكم؟ والله طلع لنا المخاد عباس، طلع لنا المخاد، هاي يسمونها اللولة، مثل ما نصيح لها مرات بعض العرب أو بعض القرى البعيدة، إي الديوان يسمونها، يفضلونها هاي اللولة، لولة يصحونها مخدة اللولة، وهاي العادية نسميها احنا المخدة العادية، هاي مخدتنا العادية الموجودة اللي نعم بأي بيت تلقيها، نعم، واكو عالم تفضل من هذه، واكو عالم تفضل من هذيك، نعم، حسب الطلب، حسب الطلب اللي نريده، نعم، طبعا هذه اما قطن او صوف، او صوف، او بعد الجاي الجديد ديباج الذي يسمونه الديباج، ديباج ايضا الديباج هذا المستورد هو نفس القياس، نفس القطن او الصوف او الديباج، نعم، تيجي نعم نفس الوزن، نعم، وبعد بكيف الزبون هو اللي يريد، صحيح، طبعا متابعينا كانت هذه المهنه خصوصا خلال شهري محرم وصفر تعاني شويه يعني قله اقبال الناس على العمل، اما في بقيه الاشهر فكان كان مزدهر. العمل مزدهر ويعني النداف ما يلحق، ما يلحق يعني مرات ست اشهر ينطي سنه، مرات توصل احيانا سنه، احيانا سنه، احيانا سنه، اي، وقديما يعني في زمن الاجداد، في زمن الاباء كانت، صحيح، ما كانت اكو حلاجات للقطن ولا ندافات للصوف، صحيح، او للقطن ايضا، القطن كان قوس، القوس اكو قوس يشتغلون به، عودة صغيرة، عودة، نعم، نضربها يتنفش الصوف، نعم، فالخيط نفس هاي الموجود هسه، نعم، هذا، نعم، هسه الحلاجات هسه، بس اذا تسمح لي محمد، ادوات النداف، ادوات طبعا ادوات النداف مثل اي مهنة يعني ادواتها بسيطة، هسه هذا شنو؟ هاي بكرة خيط، هذا خيط مال نداف يختلف شوية غليظ اكثر، هذا الخيط، هذا الخيط يكون شوي اثقل من الخيط العادي مال، هو خاص مال النداف، خاص، خاص يصير يختلف عن خيط الماكينه الموجود العادي اللي نعرفه، نعم، يصير اثقل من عنده، اي، وهاي الابره، اي، نخيط بها ويصير اللاف، اذا تسمح لي بالله، طبعا هذه الابره جاي تطلع، الابره تبين الابره اكو نوعين، مو نوعين، يمكن اكثر من نوع ايضا، اي اكثر من نوع، اكو نوع اصغر واكو نوع اكبر، اكو للجودليات، اكو للجودليات وللحف، هاي مال اللحف، وللدواشق، وللدواشق يصير اكبر، العاليه، العاليه، الدوشك العالي، العالي نفرين مال دوشك شربايه، متابعينا هذا شو اسمه؟ الكشتبان، هذا اسمه الكشتبان، عند النداديف هذا مصطلح يسمونه الكشتبان، هذا يلبسه
الاصبعه بهذا الاصبع؟ ايه. هذا الاصبع؟ اي. ها حتى يخيط به حتى ما يأذي اصبعه. لا يأذي الاصبع، وهذا المقص. هذا المقص اللي يقطع به. يقص الخيط اي حاجه مثلا. يقص الخيط به. وهذا الميزان. الميزان هذا يوزن به الصوف والقطن لسهولة حتى يشنقله منها بالقونية، يخلي القونية ويشنقل ويوزن. صوف هذا أو قطن نعم. أي شيء. نعم هذا ميزان الصوف أو القطن. مرات كانوا قبل يسمونه جماعة من الطلاب الحلزون كانوا يدرسون نعم إيه صح الميزان الحلزوني. الحلزوني على شكل نعم. الحلزوني. نعم. شنو يعني هاي المهنة لها دعم حكومي؟ ماكو دعم حكومي. ماكو دعم حكومي، مصلحة يعني شو نقول مصلحة مو لا هي عامة ولا هي مثل ما يقول شخصية، بس هي مدعومة من صاحب أبو المحل اللي يشتغل بيها. أبو المهنة. أبو المهنة. نعم. المهنة نفسها هو اللي يدعمها، هو اللي يسوي يرتب كل الشغلات اللي هي يجيب قماش، نعم. يجيب صوف، نحلج الصوف، نخيط القماش، وشلون يريد الزبون احنا نسوي له جودلية، لحاف، نعم. نعم. مخاض. دوشك نفر نفرين نعم. على طلب الزبون احنا نمشي نسوي اللي نريده موفقين. دواشك كبار مال الاعراس همين يسوون مو؟ اي نعم موجود. اي متابعينا طبعا بنهايه اللقاء احنا سجلنا هذا اللقاء بسبب انه هذه المهنه من الموروث الشعبي العراقي القديم، سجلناها لانه مهنه في طريقها. 8302 متابعينا نقول لكم في لقاء في نهاية اللقاء مودعين برعاية الله وفي مال الله.